واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد خلف شجره فسددت فسدت الشجره بسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن جريج قال لي جدك. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال ابن عباس فسمعته ويقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد. الحديث طبعا الترمذي هنا يضعفه. والحديث علته في الحسن بن محمد بن أبي بن عبيد بن أبي بن عبيد الله بن أبي يزيد وحسنه بعض العلماء. ابن عباس هنا يقول رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي رأيتوني الليلة وأنا نائم وقص عليه الرؤيا. واستدل بها أيضا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه استدل مثل هذا الحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا أيضا في قول عبدك داود. وإن كان ليس بظاهر الظاهر هو في قولي فبهدى مقتدي وأنه سجد للسجود داود عليه السلام فخر ركعا ثم أنام. نعم كان يصلي خلف الشجرة فسجدت الشجرة. قال سجدت فسجدت الشجرة لسجودي. قال وسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا. هذه فيها المسألة الأولى مسألة عبودية الكائنات لله جل في علاه. عبودية الكائنات لله. وهذه في غير ما موضع من كتاب الله جل في علاه أظهر الله أن الكائنات يتعبدون لله جل في علاه. قال الله جل في علاه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال وإن من شيء إلا يسبح. وقال الله الأرض اتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال ابن مسعود كنا نسمع تسبيح الطعام بين أيدينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء أو لأبي ذر قال له أتعلم هذه الشمس أين تذهب؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تذهب لتسجد تحت العرش. فهذه دلالة على عبودية الكائنات. وهنا يقول سجدت فسجدت يعني سجدت الشجرة. قال فسمعتها وهي تقول. وهذه أيضا تعتبر من دلالات النبوة. هذه من المعجزات يعني هي كرامة لهذا الصاحب الجليل وهي من دلالات النبوة من المعجزات. أسمعه الله ما تقول كما أسمع الله سليمان قول الهدهد والجن والإنس. والله أعطاه ما أعطى سبحانه. هو الذي دعا قال فهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعت وهي تقول. وهذه فيها دلالة أيضا مسألة ثانية على أن القول لا يحتاج إلى أسنان وأضراس ولسان وشفة كما يقول المعتزلة الكذبة الذين يكذبون على الله جل في علاه وأيضا ينفون صفاته. فهنا القول ولا يحتاج القول إلى ذلك. كيفية تختص به بهذا الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقرة تكلمت حتى تعجبوا بقرة تكلمت. قال نعم بقرة تكلمت. أؤمن أنا بذلك. سمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضعني بها وزرا وهذا فضل السجود وجعلها لي عندك ذخرا. أبو الدرداء لما دخل على بعض التابعين وصلى وأنكروا أنه صلى كثيرا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وحط عنه بها خطيئة واكتب لي لها بها عندك ذخرا أو قال واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا أيضا فيها التوسل بأفعال الله جل في علاه. هذه المسألة الأخيرة فيها التوسل بأفعال الله جل في علاه كما صليت على محمد صلي على محمد كما صليت على إبراهيم
ونتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وداود عليه السلام كانت الجبال تسبح معاه كما قال الله تعالى: أوبي معه والطير وألن له الحديد. وفي الحديث غير ذلك من المسائل: التأسي بالصالحين ومحاكاة أهل الفضل، التأسي بالصالحين ومحاكاة أهل الفضل لم يكن واجبا فهو يتأكد استحبابه. وذلك كان الشافعي يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أنال بهم شفاعة. والحق بأن الإنسان بطبعه يحاكي غيره، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، وقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، والصاحب ساحب. هنا انظر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تأسيا، وكان يتأسى بالأنبياء، لا سيما أن الله أمره بذلك تصريحا في كتابه، قال: فبهداه مقتده، وأمر تصريحا أن يتبع ما أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام: وأوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة. الفوائد المستنبطة: الرؤية من بشارات النبوة، الرؤية من بشارات النبوة، وجوب الإخلاص في العمل، في القول والعمل. الحق يؤخذ ممن جاء به، الحق يؤخذ ممن جاء به.